السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع بيدينا $50 هدية عند التسجيل، مكافأة تسجيل يا شباب، وعندك بيديك على الإحالة $1، وبيديك يعني كل بعد 24 ساعة بتقدر تسحب من الموقع بيتهيألي $1 أو حاجة زي كده. الحد الأدنى للبير في الموقع دوت 20 سنت يا شباب. طريقة تسجيل بتسجل بجوجل أو بال الفي كي أو ماي، مش عارف ايه الوسيلة دي، ما علينا. هنخش بالفي كي يا شباب. ده شكل الموقع من الخارج، هسجل دخول بالفي كي. بتحل الكباتشة ديت، وبتأكد. ده شكل الحساب من الداخل يا شباب. تخش هتلاقي في حسابك هنا زي ما انتم شايفين كده $50، هنترجم كده باللغة العربية $50 يا شباب. وعندك هنا في تعدين شغال اهو على $1. بتهيألي بعد ما بتخلص خطة التعدين بتقدر تسحب من الموقع عادي خالص. ابدأ عملك في طريق شراء أسهم. هو الموقع عبارة عن انك انت بتشتري اسهم، بتيجي من هنا من الاستثمار، ان انت ممكن تخش هنا وبتعمل استثمار وبتشتري اسهم في الموقع ده، استثمار في بعض الفيديوهات، في بطاقات الفيديوهات، استثمار في الاسهم الى سحبها. بتيجي من هنا بتعمل اختيار، بس انا مش عارف الـ50 دولار دولت بتستثمرهم، بتعيد استثمارهم في الموقع ممكن. عامة هنشوف الطريقة. هنا بيقولك من $1 لحد $1000، وهنا من $50 لحد $1000، وهنا من $1000. تمام يا شباب، كل اللي عليك ان انت بتدوس على كلمة اختيار. اختيار ديت كده. هنا بيقولك مكافأة تسجيل لكل شريك 20 إلى 5. حدد حساب، اضغط هنا. لو دوسنا هنا كده بقول لك قم بمساهمة 31 سنت. ما علينا يا شباب، هنشوف دي بعد كده. احنا ايه، هنشرح الموقع وان شاء الله في شرح تاني مع اثبات سحب، ونشوف الـ50 روبل دولت ايه هنقدر نعمل بيهم. تمام. بعد كده هنا المساهمة بتاعتك في الموقع، انت لو ليك مساهمة هتلاقيها ظاهرة هنا اهو. تمام. بعد كده عندك هنا الانضمام اللي هو رابط الاحالة بتاعك، موجود فوق وموجود هنا اهو. تمام يا شباب. وفي عندكم كمان في حاجات بتاخدوها هنا، لو عملتوا اشتراك في الفي كي واشتراكات في الخدمات التواصل بتاعتهم، بتحصلوا برضو على مبالغ من الموقع ده. وهنا الاعدادات بتاعتك، لو عايز تغير اي حاجة في الاعدادات تخش من هنا برضو تغير اي حاجة انت عايزها في الاعدادات. هنا تفويض، كلمة تفويض ديت بتدوس عليها لو انت ايه هنا عايز تخش باي حاجة غير اللي انت سجلت بيها. وهنا في مراجعة الفيديو، تقدر تعمل مراجعة الفيديو برضو تاخد تحصل عليها، بيديك برضو هدية بونص فيديو. تمام. وعندك هنا دي بري، مش عارف ايه الكلمة ديت، اعدادات الحساب. بعد كده عندك مساعدة، لو انت عايز منهم اي مساعدة بتخش هنا. وهنا التعليمات، السحب يا شباب في الموقع ده بنيجي هنا ندوس على كلمة سحب اهو. من هنا بتختار الوسيلة اللي انت عايز تسحب عليها. عندك هنا البير من 20 سنت او من 2 سنت، والبرفكت ماني من 2 سنت، المحفظة ديت من 20 سنت، هنا من $1، بيتكوين من 50، من 20 سنت. وعندك بقى بقية بطايق الائتمان ديت. تمام يا شباب كده ايه،
في طريقة بقى بتاعة الربح من الموقع، هجيبها لكم واقول لكم عليها دلوقتي برضو. بص يا شباب، بدوسوا على كلمة مكافأة ديت وهتنزلوا تحت كده، هنا هيفتح معاك زي ما انتم شايفين كده، بيقول لك اشترك هنا في مجموعة الفي كي بتاعتهم واحصل على 1 دولار. هتخش كده تعمل وهتعمل اشتراك، هتأكد الاشتراك، اشترك اشترك، هتقوم جاي دايس كده اشتراك، وهتقوم جاي داخل عامل اشتراك بالشكل دوت خلاص، وهتأكد انك انت ايه اشتركت، اغلاق العلامة تمام كده، انت حصلت على 1 دولار اهو يا شباب. تمام كده انت بتعدن على ال1 دولار ده. هنا بيقول لك اشترك في التهيئة واحصل على مكافأة 1 دولار برضو. انا مش عارف ايه التهيئة دي. اشترك في مجموعة في كي تانية برضو واحصل على 1 دولار تاني. هندوس برضو كده وهنعمل اشتراك وهنعمل تأكيد وهنأكد، هنغلق الصفحة. ادي يا شباب 3 دولار. تمام التليجرام برضو اشترك في التليجرام، وعندك مجموعات تانية اهي وكل الحاجات دي، والفيسبوك اشترك، اشترك مورد اعلانات فيسبوك برضو واحصل على 1 دولار. هنخش كده وهنيجي هنعمل بقولك مشاركة ولا اشتراك، اقول لك انشر، انشر يا شباب، نعمل نشر من هنا تمام. بريد طبعا انا كده المفروض ان انا عملت مشاركة، المفروض احصل على ال هنشوف برضو يا شباب كل حاجة عندكم اهيت. برضو هنا بيقول لك انشر في الفي كي، هنعمل كده نخش ونعمل نشر اهو، هندوس هنا كده انتظر حتى تكتمل المهمة، هننتظر اهو يا شباب كده اتحسبت اهو 4 دولار بس يا شباب. دي كده طريقة الشغل على الموقع، وبكرة او بعده ان شاء الله نعمل لكم اثبات سحب وننزله ونوريكم بقية التفاصيل في الموقع دوت، ونشوف ال50 دولار دولت هنعيد استثمارها ازاي، وهنقول لكم على كل حاجة. وبكده يا شباب يكون انتهينا من الشرح، ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.